اشهر عمل الكنافه الكنافه نافه نافه بخطه جديده ومش متشافه مصر كلها عارفاها. بس كل سنه وانتم طيبين. يلا نعمل الكنافه، نعمل الكنافه والقطايف. بسم الله. انا بعشق الكنافه الشعر، ما بحبش اليدوي. بصي بقى، الناس اللي ما بتعرفش تعمل كنافه مقرمشه، اول حاجه انا ما بحبش الكنافه بتنز عسل، وما بحبش الكنافه تبقى طريه، انا بحبها كريسبي كده ومقرمشه. واه بقى لو حد حط فيها مكسرات انا ما بهوبش جنبها اصلا. احلى طريقه للكنافه اعمليها كده سك من غير مكسرات، تبقى كريسبي ومظبوطه. تعالى اقول لكم انا بعملها ازاي. بصوا بقى، عندنا نص كيلو كنافه شعر، بتقعدي ايه تشديه كده من نفسه فرفطيه كده اهو، عشان تبقى ايه كريسبي معاكي ومفرفطه ومظبوطه. اقعدي اعملي كده او بمقص، بس انا بعملها بايدي والله، جايبه مقص وفي الاخر ما استخدمتوش، مش عارفه ايه ده، ذكاء خارق. فين المقص ده؟ وغسلت المقص وادور على المقص وفي الاخر استخدمت ايدي. بتجيبي كده ايه الكنافه وتقعدي تشدي في شعرها اهو لحد ما تفرفطيها منها. لا مش هتعدي. اهو هقول لك بقى التركايه اللي هتخليها ايه كريسبي. قولوا لي عملتوا فطار ايه النهارده؟ الناس معانا في اللايف اصلا ولا لا؟ محمد عبده، كل سنه وانتي طيبه حبيبتي. دي اكونت جوزها ولا ايه؟ مش عارفه. بصوا فرفطوها وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، ربي يسعدكم يا رب، رمضان كريم عليكم. نعمل الكنافه والقطايف. بصوا والقطايف انا هعملها من غير مكسرات، هنعملها برده من غير مكسرات. الناس دخلت اللايف اصلا، قولوا لي عملتوا. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وانتم طيبين. بصوا انا معزومه، انا النهارده معزومه على الفطار تمام، وعايزه اقول لكم بقى هتعمل لي محشي، محشي وبط. فانا قلت بقى اطلع انا اخلي عندي شويه دم بقى واعمل انا الكنافه والقطايف. نانا كل سنه وانتي طيبه يا قمر. وانتي طيبه يا قمر. بصوا شديناها كده ايه من شعرها. مامي كل سنه وانتي طيبه يا قمر. انتي طيبه. بصوا بقى يا بنات، كوكي بتقول لك احلى ساره، احلى كوكي في الدنيا، كل سنه وانت طيبه. بصوا يا بنات اهو انا فضفضتها اهو، من قطفتها او فككتها من بعضها، مش عارفه بتقولوا عليها ايه. المهم ايه، جبناها من شعرها اهو خلاص كده. نقوم جايبين ايه صينيه محترمه، دي اللي بتدخل جوه دي، نجيب الصينيه كده ونقوم ايه جايبينها من غير سكر. اوعي تحطي سكر عشان يبقى سكرها مظبوط. احنا عاملين سكر صدقي. لا هتلاقيها بتنشف معاكي وقوي زياده عن اللزوم، وبتلاقي سكر محبب فيها كده. لا ما تحطيش سكر خالص اهو، حطي كده كله في صينيه واحده اهو كده. فرحه وشاهين ده، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانتوا طيبين يا اماراتي يا امارات. بصوا اهو الامل بالله بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا قمر، ورمضان كريم عليكم يا رب، بحبك قوي، ادعي لي بالذريه الصالحه. بالله عليكي انا اسراء حبيبتي، ربي يا رب يكرمك بالذريه الصالحه وتشوفي كده دست عيال. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، عندي معلقه كبيره من السمنه البلدي وعندي كوره زبده. ليه الزبده يا ساره؟ الزبده بيبقى فيها طعم القشطه البلدي فبتخليها طعمها تحفه، ونسبه الحليب اللي في الزبده بتنشف الكنافه، وانا عايزاها كريسبي وناشفه سيكه. بسم الله. انا ما بحبش احط كتير، الا الكميه اللي انا حطاها دي قيمه ربع كيلو. فيروز بتقول لك مساء الخير يا ربع فيروز. كيلو على نص كيلو كنافه، متابعاكي من الاردن حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. وهاتوا بقى ايه الزبده كده، وقطعي في الكنافه تاني بالزبده والسمن كده اهو. لازم تبقي مسيحاها على النار، ما تحطيش. لو حطينا سكر بودره مين اللي هيحط؟ هتبقى مسكره قوي. بس انت مش بخليه سليم، بعمله في المطحنه، يعني سكر بودره هيبقى سكرها عالي جدا مع الشربات. هيبقى السكر عالي جدا مع الشربات. بصي لازم تشربي الكنافه كده. تفتكري ان انا اللي بسال؟ كل شويه تبص لنا وترد عليا.
صدقني غبيه يا نوران والله فعلا. انا عماله اقول هي مين هي، انا مستغربه، انا ببص ببصه استعجاب. دي منا هي اللي بتسال الحاجه مش فاهم. بصوا انا بسقسقها كده بقى ايه اهو بالزبده، اسهل طريقه وهوريها لكم بعد الفطار يا بنات. تحفه ما شاء الله، تطلع معاكي زي بتاعه المحلات. انا بحبها خفيفه من غير مكسرات، وبعدين المكسرات غاليه يعني مالها لما تتعمل القرديح. اكونت محمد عبدو بتقول لك انا بخليها في الفريزر حوالي ساعه، اكيد قبل ما تستخدمها. عشان تبقى سهله تتكسر معاكي. برافو عليكي، انا بعمل كده بس انا لسه جايباها بصراحه اهي، عشان اول يوم بقى ما جبناش بالليل. ما جبناش من بالليل اهي كده. انا شربتها بصوا ربع كيلو الزبده ومعلقه السمنه، شربت الكنافه كلها. تقومي جايبه ايه اخت الصينيه دي كده اهو، بسم الله، واضغطي بصي بكل ما اوتيتي من قوه اضغطي. طبعا الخطه دي مش موجوده عندك. لا دي خطوه دي لا بعملها انا، ظلمتها ان بعض الظن اسم. سلامتين جوه بعض. ايوه ما عشان نعملها هنا بقى، لو لقيتي حته طالعه وحته نازله حاولي سويها كده واضغطي تاني عشان تظهر لك. اسهل صينيه كنافه تعمليها، الكنافه سهله جدا. فيروز بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا قمر. وانت طيبه يا فوفا يا جميله. فيروز بتقول لك رمضان كريم، احلى فيروزه في الدنيا، عليكي وعلينا يا رب. ما شاء الله عليكي حبيبه قلبي حبيبتي يا جنه. عملتوا فطار ايه يا بنات النهارده؟ كله يقول انا النهارده هاكل محشي وبط وفراخ بلدي وممبار ضاني. انا بصوا حققت كل احلامي، بما ان انا معزومه حققت كل احلامي. اكونت محمد عبده بتقول لك ممكن استبدل المكسرات بالقشطه. قشطه كدابه ولا قشطه بلدي؟ القشطه البلدي هتبقى تقيله قوي، فاعمليه القشطه الكدابه تبقى خفيفه ووسط. برنسس ايمي بتقول لك بتطلع حلوه معايا اول يوم، ثاني يوم بحسها نكره العسل. بتنطر العسل؟ مش انا اللي بسال، هم اللي بيسالوا. نكره العسل يعني بتنطره؟ بتنطر العسل او ما تبقاش حلوه يعني. لا يبقى انت بتحطي العسل السيرب بارد، بتحطيه بارد؟ لو بتحطيه بارد هيعمل معاكي كده هينطره. بصوا يا بنات اهو انا هنا ضغطتها كده. اكونت محمد عبده بتقول لك يعني حليب ونشا وسكر اللي هي بتعمل القشطه. ايوه القشطه الكدابه، لا دي جميله انا بحبها قشطه كدابه برضو، بعملها كده جميله. بصوا محبه الرحمن بتقول لكم سلامه طيبه يا سارة، انتوا طيبين. بصوا بقى اهي بقت قرص واحد، وحتى لما تدخليها الفرن تعرفي تقلبيها في صينيه مفروده اهي، شايفين مسكت اهي خالص. انا بقى محتاجه الصينيه دي تبقى عليها كده عشان نعمل ايه. جده بتقول لك انت هتاكلي من الكنافه يا سو؟ طبعا انا 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 صايمه، انا صايمه، انا لازم اكل من كل حاجه عشان انا عامله تكميم. تعالوا اوريكم بقى. جنة الله بتقول لك ايه؟ سارة جايبة الإسدالي الجميل ده منين؟ ده بتاع منا. ده منا. بصوا بقى دي يا سارة هتعمليها ازاي من غير ما تحشيها أي حاجة هوريكم. أنا بحولها لبلح الشام، بعمل إيه؟ بقلع الخواتم كده وإيه ونبرمها مع بعض. أكونت محمد عبده بتقول لك بانيه وبط ومخروطة ورز. ألف هنا ألف هنا، أحلى حاجة اللمة والله يا بنات. فيروز بتقول لك إحنا عندنا بكرة رمضان. بصوا بقى بتقومي جايبة دي كده أهي كده وبتعمليها زي بلح الشام اهي. اللي بتعمل الكنافه بتنكر العسل، تاني يوم بتقول لك بحط العسل بارد وهي سخنه عشان كده، والاقيها شاربه العسل كله ونشفت مني على تاني يوم. لا لازم الشربات يبقى سخن، ما تحطوش بارد ابدا. بصوا بقى الشربات سخن وهي سخنه يا سارة؟ وهتطلع كريسبي معاكي، هتشربها وهتطلع كريسبي. بصوا انا بحوله البلح الشام اهي، مش هتفك منك، هتثبت كمان اهي. دودي بتقول لك هو ينفع اكل حته يعني الكنافه وهي عامله دايت؟ انا بقول انا هخربها، هو ما ينفعش، هي السكريات مره واحده في الاسبوع يا بنات. لو انت عايزه تحافظي على جسمك لا، هي مرة بصي طلعتي فوق طلعتي تحت رحتي يمين شمال السكريات بتتخن، فهي لازم مرة واحدة في الأسبوع، فاللي أنا هعمله غلط.
فانت ما تغلطيش زي الا لو انت هتضيعي. بصوا كده اهو، من غير بقى ما تحطي مكسرات ولا اي حاجه، حوليها لبلح الشام، طعمها فوق الروعه. وبعد ما تحمريها وتحطيها في الشربات، رشي رشه جوز الهند من فوق. يا خرابي على الاجرام وريحه جوز الهند كده من فوق الوش. اضغطي بس كده ايه بس عشان ما تفكش منك. الزهره البيضاء، كل سنه وانت طيبه وبالف خير يا ساره. وانت طيبه يا قمر، وانت طيبه ام قايله، ما شاء الله تبارك الله. حبيبه قلبي يا رب يسعدك. مروك، كل سنه وانت طيبين. دخليها الفرن على نار هاديه، تشرب العسل تاني وكانها لسه معموله. هي بترد على اللي هي اللي بتنطر العسل وتنشف. لا بس هو السيرب يا بنات، سوا كنافه سوا بسبوسه سوا اي حاجه حلوه، لازم يبقى سخن، مش بيغلي، يعني سخن ومظبوط عشان برضو يبقى ظابط. طب ولو عايزه القطايف مثلا تبقى سخن، تفضل كريسبي معايا وما تطراش، انا بحبها كلها كريسبي، احط العسل ايه؟ بارد اللي هو دافي ويبقى خفيف ولا تقيل؟ لا لا وسط، ولا تقيل ولا خفيف، وسط وسط. انا بسال زيكم برضو اهو. بيبقى وسط عشان القطايف ما تبقاش طريه. انا بحبها مقرمشه، مبقاش طريه خالص. انا بحبها مقرمشه، ما اكلهاش فلا لازم يبقى بقى. الف خير يا ساره، وانتم طيبين حبايب قلبي. بحبك جدا يا ساره ندى، وانا بموت فيكي يا ندوش يا قمر. هاله، كل سنه وانتم طيبين جميعا وبخير. وانت طيبه يا قمر. يا جماعه المكسرات غاليه، فاحنا نعمل الحاجه من غير مكسر، اهي قطايف من غير مكسرات. و مارينا طالعه معانا في اللايف. بقول لك تفهمين كلهم سوا؟ كله سوا؟ ايه انت عايزه محشي؟ انت بتحبيها محشيه حاجه؟ لا بس نورهان بتحبيها محشيه؟ على فكره يا جماعه، هو في عندنا مكسرات بس هي الحبه حبه تعمل لا مش عايزاها كده، اللي عايزاها اللي هي زي اللي محشيه كده. طيب هحطك شويه مكسرات عشان نعملها، او اسيب لك حبه في الطبق انت اعمليهم. ماشي خلاص هنعمل، عشان نورهان هنا مش من الناس اللي بتحبها فاضي. بصي ماشي، عدي هنا خمسه ثانيه. تعالي ما تخافيش، لسه مش هتيجي دلوقتي. يلا يلا. جيت يا منى؟ لا ما جاتش صح؟ هو اصلا لغايه دلوقتي لسه عندي ما عملش. لا ما جاتش، ما جاتش. لا ما جيتيش اهو، الحمد لله. الف هنا. هي القطايف هتبقى طريه؟ جبتوا الصوبيا ولا لسه؟ انا بصوا اول يوم رمضان ده لازم الصوبيا على الترابيزه. انا بعشق. انت طيبه؟ وانت انا طيبة. لسه داخله. ايه الحشوه؟ الحشوه دي دخليهم الفرن، الفراخ الفراخ والبطه. انا كده بس البطه سيب الخلطه اللي بره دي، هدينه عليه تاني، هنديها وش تاني. دي كنافه قطايف من غير مكسرات، وكنافه من غير مكسرات. اول يوم سيوم. هلا ثابت بتقول لك قمر قوي يا ساره وجميله ما شاء الله. الله يبارك. الله ما شاء الله، ربنا يسعدكم يا رب ورجعوا شهر الخير والبركه. ونورهان باين عليها عسوله. نورهان مامت منا اصلا، بس هي عسل. انا شربت العيله كلها في اللايف، حتى ميري هتطلع. ميري طالع صوتك يا ميري طالع في اللايف. البيت كله بقى لايف. البيت كله بقى على عام يا جماعه. سيدة زماني، مبارك عليكم الشهر الفضيل وانتي طيبة وبخير يا رب. طيب متابعاكي من الأردن حبيبة قلبي. مريم ما ظهرت في الله. بس كفايه كده بقى، نعمل الباقي ايه يا شيف؟ الكنافه بتعجن مني بعد الشربات. كل سنه وانت طيبه. انت طيب، يبقى انت بتحطي الـ الـ العسل بيغلي، العسل يبقى سخن ولا بيغلي ولا بارد، وسط. وسيبيها بره شويه وحطي حبه حبه، ما تدلقهوش مره واحده، لو دلقتيه مره واحده هيخليها تعجن. بصوا اهي،
بصوا بعد ما قعدت منوعات ريمو. تسلم ايدك يا حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه سهلة وسعاده حبيبه قلبي حبيبتي. بصوا بقى نعمل كده، نعمل شويه الكنافه النورهان اللي هي القطايف. انا رشا متابعتي من السيد ابو شيت حبيبه قلبي على راسي والله يا بنات اهو يا بنات. عملنا شويه قطايف فاضيه، عملناها بلح الشام كده، دي بقى بتحمريها وبتحطيها في سيرب بارد اللي هو دافي. لبنى بتقول لك ربنا يسعد قلبك اللافلي دي يا سوسو حبيبه قلبي، دي لبنى بركات، دي لبنى حبيبتي. صح كده حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه يا لولو يا لولي يا قمر. منى طلعه عدلي بتقول لك قمر ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه عليكم وانت طيبه. احنا كده عملنا ايه؟ لا كفايه كده كفايه كده، نعمل دي واحده نشوف بقى هنحشيها ايه دلوقتي. يلا يا بنات اللي عنده اسئله يقول، انا هقرا لك كومنتات سؤال سؤال علشان هي تبقى بتعمل الحاجه كده، وانا قلت لها ايه خلاص اطلعي انت اللايف وانا هقرا لك الكومنتات عشان نسهل عليها برضه. اسمي بساعدها فرح. عايزه اقول لكم قعدت تحشي ممبار ضاني، انا جيت في مره احشي قطعتين كده قلت ايه ده، انا عملت في نفسي ليه كده؟ بس قولي لهم الطعميه طعم. شفتيني ولا ما كنت مش بالطول على فكره. انا اكتشفت الطعميه ايه، انت كلتي طعميه امبارح؟ لو كنت تشوفيني بقى وانا بداية اقرب من الطاسه عشان كده عطشانه، احط الطعميه وانط بعيد عن الزيت. انت سحرتي طعميه؟ سبحان الله. ليه؟ انا سحرت طعميه عشان كده عطشانه. كل سنه وانتم طيبين. جبتوا الصوبيا ولا لسه؟ لسه كل ده نورهان بتجيب الحشوه. بصوا اهي بنات من غير حشوه ولا اي حاجه، ريحه الزبده فيها ما شاء الله روعه. هندخلها النهارده كله اسدالي الجميل من السودان بس في المملكه العربيه السعوديه. حبيبه قلبي حبيبتي احسن ناس في الدنيا. خلاص يا نوني روما، احنا عايزين نحط دول في فنجان ونحط. خلي كده انا هتعلم. عارفه تاخديهم الخواتم تغسليها؟ لا هتحطها في فنجان بس او كوبايه. حطيها في الاوضه، خديها اغسليها وحطيها في الاوضه جنب البرفانات. هوسخ لك ايدك معلش. لا هي ولا شطه. بسم الله ما شاء الله، عسل كل سنه وانتم طيبين وبخير ورمضان كريم عليكم. وانتم طيبين حبيبتي يا ام خلود يا قمر. عملتوا الكنافه والقطايف ولا لسه؟ استنى عشان اعدي. تعالى عدي يا اسطى. لا مش هتعدي. نورهان جابت ينفع القطايف بالطريه دي ندهنها زيت فوق وتحت ونصها في صينيه وتدخل الفرن؟ مش عارفه هتبقى حلوه، ما جربت للامانه ما جربتهاش قبل كده. بسم الله. بصوا بقى جبنا شويه دودي. خسيتي ازاي يا حبيبتي؟ عملت عمليه تكميم. ايه ده لسه في حد ما يعرفش ان انا عملت عمليه تكميم؟ ده مصر كلها عرفت. عملت عمليه تكميم. بصوا بقى كده اهي، انا بقى ما بحبهاش كده ابدا. انا محافظه على وزنك ازاي؟ لا انا اليومين دول مخطرفه، كانت نفسيتي تعبانه، وانا لما نفسيتي تتعب يا اما اقطع الاكل يا اما اكل، فكلت. فاليومين دول انا مبوظه، بس ان شاء الله هحاول اظبط في رمضان. انا اساسا المفروض اكل 3 وجبات، فكنت الايام اللي فاتت باكل 5 وجبات 6 وجبات، لان انا باكل لقمتين 3، فبوظت الدنيا وكنت باكل سكريات كتير. ففي رمضان انا ناويه ان شاء الله افطار وسحور واكل قطع سكريات كده في النص، فببعد بقى عن العيش سكريات كتير، محافظه على كده يعني. بس الشهر رمضان مش عارفه هقدر ابعد عن السكريات ولا لا، مش بص خايفه من نفسي او خايفه ابوظ الدنيا. ببقى عامله كنترول يا بنات، بخاف اكون مثلا سكريات كتير، الشوكولاتات والشيبسي والبيبسي الصودا، الحاجات دي بتدمر العمليه وبتخليك تتخني. عايزه اقول لك حتى الناس اللي مش عامله تكميم، يعني هتلاقي الفنانات محافظين على جسمهم ومانعين كل الحاجات دي، خايفين ان هم يتخنوا لان الحاجات دي سعرات حراريه عاليه. طبعا الجلوتين اللي في العيش ده كارثه، ده ما ينفعش ان انت تاكليه كل يوم. يعني انا باكل مثلا العيش مرتين في الاسبوع، كنت الاول باكله مره كل اسبوع،
وفي بدايه العمليه ما كنتش باكله خالص اصلا، كنت قاطع العيش نهائي، فهرجع اقطعه تاني. اكتر حاجه بتخني العيش. نعمل شويه ايه محشيين. انا بقى المحشيه دي ما بحبهاش ابدا. تحبيها منا؟ انا احب تبقى يعني الساده. انا كان اصلا باكل القطايف نيه كده بس توجع بطني. وانا عمري كله كان بيقول كده وانا عمري كده. والساده وانا كنت باكلها نيه. لا وانا كنت باكلها نيه. طب لعلمك انا كنت باكل 3 4 ولا بتعمل ولا كانت بتوجع لي بطني ولا اي حاجه. هي مستويه، هي مش نيه برضو، هي مش عجينه نيه. دوب الانفيه مبهدل يعني. يا ريتني كنت جايبه. قولوا لنا هتعملوا ايه حلويات النهارده؟ اكيد هتجيبوا جاهز ولا هتعملوا كنافه والقطايف في البيت؟ كنافه وقطايف. بصي اول يوم رمضان كنافه وقطايف. انا خلصت خلاص بقى، هقوم ادخل دي الفرن. انا حاطه السيرب على النار، هدخل دي الفرن واحمر القطايف وخلاص كده. سهله جدا الكنافه اللي الناس ما بتعرفش تعملها، سهله جدا يا بنات. تبقى قرص لون الذهب كده ما شاء الله. هوريها لكم، هنزل لكم الصوره بعد اللايف. هروح بقى ايه انجز الفطار، وانتوا قوموا انجزوا الفطار. انا اتاخرت عليكم اصلا او طولت عليكم. اخرت عليكم ولا طولت؟ طولت عليكم. اللهم اني صايمه انا مهنجه. هروح بقى اخلص الليله دي وبعد كده بنزل لكم صوره الكنافه. كل سنه وانتم طيبين.